بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نوافيكم كما اعتدنا على ذلك بالحصيلة اليومية للمعطيات المتعلقة بالترصد الوبائي لداء كوفيد 19 خلال 24 ساعة ما بين الساعة الرابعة اللي بعد زوال الأمس إلى حدود الساعة الرابعة ليومه فاتح ماي 2020، حيث إن المختبرات الوطنية المساهمة في عملية التشخيص المخبري لهذا الداء أكدت ما مجموعه 146 حالة جديدة، ليصبح الإجمالي لعدد الحالات المؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء ببلادنا هو 4569 حالة. هذه الحالات الجديدة 146 تم اكتشاف 108 منها، أي بنسبة 74%، أثناء عملية الكشف لدى مخالطين حالات سابقة، مما يعني أننا نكتشف هذه الحالات مبكرا، بل في أغلب الأحيان دون أن تكون لديها أعراض مرضية. بالنسبة للتوزيع الجغرافي لمجموع الحالات المؤكدة ببلادنا فإنه لم يتغير، بحيث إن جهة الدار البيضاء سطات تظل هي الجهة التي سجلت بها أكبر نسبة من الحالات بما يفوق 25%، تليها جهة مراكش أسفي ب 22%، ثم تأتي جهات طنجة تطوان الحسيمة فاس مكناس وضرعة تافيلالت. فيما يخص عدد الوفيات فقد بلغ إجمالي حالات الوفاة المرتبطة بهذا الداء منذ بداية الوباء ببلادنا 170 حالة وفاة، أي بزيادة حالة واحدة خلال هذا 24 ساعة، ويستمر معدل أو النسبة المئوية للفتك تستمر في النزول لتصل اليوم إلى 3.7%. بالنسبة للتعافي من المرض فقد تجاوزنا اليوم وبحمد الله عتبة 1000 متعافي، حيث سجلنا خلال هذه 24 ساعة 99 حالة إضافية للشفاء من هذا الداء طبقا للمعايير المخبرية المعتمدة، ويصبح بذلك إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1083 حالة، وتستمر النسبة المئوية للتعافي في الارتفاع لتبلغ إلى حدود يومه 23.7%. هناك مؤشر إيجابي نود أن نبلغكم إياه، وهو مؤشر سرعة انتقال المرض في وسط الساكنة الذي بلغ يقترب من عتبة 1. نحن الآن على الصعيد الوطني ما بين 1.04 و 1.07. نتمنى أن يستمر هذا المؤشر في النزول بفضل المزيد من الحيطة والحذر والالتزام بالقواعد المتبعة إلى حين أن ندحر هذا الوباء وأن نمر ببلادنا من هذه الأزمة. إذن كان هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لكوفيد 19 ببلادنا خلال هذا 24 ساعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.